معاكم الدكتور عماد الشربجي، استاذ الاشعه بمعهد الكبد القومي جامعه المنوفيه. حقيقه انا مشارك هذا العام في البان ارب 2018 المنعقد في مكتبه الاسكندريه، وليا اثنين بيبرز بحثين مقبولين في المؤتمر، واحد فيهم متخصص في اورام الكبد، وهو اكثر تخصصا ان هو بيتكلم على ازدواجيه امراض الكبد الثنائيه، يعني بمعنى ان في ورمين مختلفين في الكبد، ودي حاجات متقدمه جدا. والبحث ده كنت انا عامله مشاركه مع المعهد القومي في اليابان في طوكيو، وبستعرض فيه الحالات دي لانها تعتبر كلها حالات رير وغير مألوف نشوفها في مصر، لكن معدل حدوثها قائم. لازم الواحد عنده تصور علشان كيفية علاج هذه الأورام، ويحدث نتائج مشرفة إذا شخصت بدقة. في البحث الثاني ده أنا يعني بشتغل في مجال الخاص وفي السعودية عن أورام الثدي، فبرضه هو بحث متقدم جدا لأنه هو بيتكلم على الأورام اللي بتتكون في القنوات إفراز اللبن اللي في الثدي اللي أحجامها صغيرة، إزاي نقدر نشخصها؟ فبنحقن بعض المواد ونصور بمليمترات نقدر نشوف الورم ونشخصه ونشيله قبل ما ينتشر ويبقى في المراحل المبكرة. طبعا ده الناتج بتاعه إنه بينقذ حياة السيدات في اكتشاف المبكر للأورام. إن شاء الله يعود البحثين قبول في المؤتمر ورضاء للمستمعين والزملاء الأطباء، وشكراً.